تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي الذي يضم 48 ورشة حرفية في حي المسعيد بالعريش وأكد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمجمع الورش الحرفية تمهيدا لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري وتوزيع الورش الحرفية على المنتفعين